حرام شرعا وقانونا، وانا مستحيل كطبيب وكانسان اوافق على ارتكاب جريمه زي دي. وما انصحكيش كمان انك تحاولي تعملي العمليه دي عند اي دكتور تاني، لانها ممكن قوي تاذيكي صحيا. وايه راي الكابتن عادل في الموضوع ده؟ عادل ما يعرفش الاسنان يحمل. وازاي عاوزه تتخذي قرار خطير زي ده لوحدك؟ لا يا سميه يا بنتي، غلط. المفروض على الاقل انك تبلغي ابو الجنين اللي في بطنك باللي انت عاوزه تعملي فيه. انا اسفه اني ازعجتك وخرجتك من مشاغلك الكتير، بس كان لازم اقولك حاجه زي دي. انت اتاكدتي؟ الدكتور بنفسه كشف عليا وقال اني حامل. لا انا ما اقصدش انك اتاكدتي انك حامل، اتاكدتي يعني ان انا مش عارفه. مش عارفه يعني ايه؟ يعني مش عارفه. عادل تاني يوم جه من مصر في اجازه وبات معايا ليلتها. ما افتكرش في حل دلوقتي غير انك تتخلصي من الجنين. الدكتور قال ان العمليه دي فيها خطور عليا. ما احنا لازم نجازف دلوقتي، والا هنفضل طول عمرنا عايشين متعذبين بسبب غلطه غلطناها في ليله سودا. يعني رايك ان اجازف بعمري عشان ما تعيش وضميرك متعذب؟ سميه، انا مش ناقص الفلسفه بتاعتك دي، مش ناقصها. ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ ابدا ولا حاجه. انا حسيت اني غرقانه في ورطه، مش لاقي حد اكلمه. تصورت اني لما احكي لك على الوضع اللي انا فيه هتفكر معايا في حل. انا ما عنديش بقى غير الحل اللي قلتلك عليه ده. تخريف وكلام فارغ. معقول؟ معقول عاوزه تقتلي بايديكي اول فرحه لينا؟ على كل حال انا عارف كويس انت ليه عاوزه تعملي كده. خلاص يا ستي، جهزي شنطتك وهننزل مصر دلوقتي حالا. نقعد في شقة مفروشة فترة كده لغاية لما تلاقي الشقة اللي على مزاجي وتفرشيها براحتك. ها قلتي ايه؟ لا يا عادل. لا لا، ليه؟ انا عايزة اطلق. ما تاخدش على كلامها، هما الستات كده بيجيلهم ازمات نفسية اثناء الحمل، وخصوصا لما تبقى اول مرة. وبعدين ما تنساش ان ظروف جوازكم ملخبطة. ده انت سايبها راجل في اسكندرية لوحديها من اول ما بقت عروسة. طب ما انا قلت لها تيجي تقعد معايا هنا، ولا هو يعني المفروض والطبيعي ان انا اسيب شغلي وحالي واروح اقعد معاها؟ معلش استحمل، هو الجواز كده يا صاحبي، تتبسط بيه كام اول يوم وبعد كده تقضي طول حياتك تستحمل لغايه ما يجيلك سكر وذبحه وضغط وشلل وتموت. عادل قدر عزيز يا عادل، ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا فندم؟ ايه ده، انت جاي تزورني ولا تزورني؟ لما عرفت ان كنتوا الاتنين في حته واحده طلبت اقابلكم مع بعض. فيك الخير يا عدول، جبت العيش والحلاوه؟ ايه اللي حصل وليه؟ مش عارف،
مش عارف يعني ايه. خلاص بقى ما تقلش عليه في السؤال لحسن، ده احنا امبارح قضينا ليله عجب. ليه حصل ايه؟ لا ابدا، دي كانت دردشه عاديه كده بس خلت للصبح. بقول لك ايه يا عدول، ما تشوف لك قضيه قمار ولا جنايه مخدرات عشان نتجمع تاني سوا من فضلك. الحياه هنا احلى من بره بكتير قوي. وانت اخبار قضيتك ايه؟ المحامين بتوعي قالوا هتطلع في الشنك عشان الاجراءات كلها مضروبه. ومدام زوزو اخبارها ايه؟ لا دي في حته تانيه، في سجن النساء. وعمك جه زارك؟ عم حنفي؟ لا، عمك مخيمر اللي قال لك خلي بالك من زوزو. على فكره عادي، اوعى تكون واخد فكره وحشه عن زوزو. لا يا راجل، ومعقول برضه حكم انها يعني رقاصه وصاحبه كباريه وممسوكه في قضيه اداب الواحد ياخد برضه عنها فكره وحشه؟ جرى ايه يا عادل؟ انت ناسي ان الست دي تبقى مراتي ولا ايه؟ لا ما نسيتش، وعشان كده انا بقول لك الكلام ده. لازم تفوق لنفسك بقى وتسيبك من السكه اللي ربنا يخرجك منها على خير دي. الله، انتوا فجاه بقيتوا وعاص كده ولا ايه؟ ما تبصوا روحكم الاول قبل ما تحدفوا كلام في الهواء. اسمع يا وجدي. اسمع انت ارجوكم. مفيش داعي، مفيش نتيجه لاي كلام هتقوله. ايوه طارق، بس انا عايز اقول. عادل، تفتكر زوزو تفرق ايه عن سميه هانم مراتك؟ نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز افهمك، ياما هوانم متستته في البيوت بتعمل عمايل ورا الحيطان تخجل منها اسفه الرقصات. وجدي اسكت انت، انا بكلم البيت. يلا امشي انت. سامع بيقول ايه؟ متشكرين على الزياره، امشي وانت. يلا يلا قدامي، يلا يلا. وجدي على فكره مش غريبه ابدا اللي بيحصل لك ده، ولا غريبه اللي حصل لك انت.